يعني مش عارفه ليه افتكرت كده حاجه ضحكتني واحنا بنتفرج على التقرير العظيم ده. يعني شوف حضراتكم قد ايه العالم او الصحافه العالميه مش بنتكلم بس حتى العربيه بتتحدث عن الاهلي. والبعض الاخر كان يقول لك ايه بقى لما التحليل يعني سريعا جدا يقول لك مع ماتش اول ماتش لعبناه كان معانا نسيت الدحيل قال لك ايه ماتش الدحيل والاهلي لا 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 بس الاهلي كان مفروض ان هو يجيب سكور اعلى بكتير وهو بيواجه الدحيل ماشي. تيجي بعد كده البايرن ايه ده خسروا 2 ما ينفعش يخسروا 2 ابدا من بايرن ميونخ ايه اللعب لاي كلام ده دول كانوا خايفين قوي. طيب حاضر نيجي نجيب بعد كده مركز ثالث ونكسب بالميراس يقول لك ده اصلا مش فريق برازيلي معروف. طب انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه في النهايه بجد؟ والله انا افتكرت عشان حاجه تضحك يعني مش معقول بجد مش عارف لما تبقى مش عارف حاجه تقولها ما عندكش حاجه عايز تقولها او مش عارف تضيف حاجه فبتقول اي كلام. فعملنا ماتش جميل مع الدحيل عملنا ماتش محترم مع بايرن ميونخ وفزنا وتوجنا بالبرونزيه مع بالميراس. طيب ايه بقى؟ على كل حال احنا لن نلتفت يكفينا فخرا احنا عارفين قيمه نادينا كويس قوي. عشان كده انا من قبل حتى البطوله بتبتدي مش فاكر في اي مناسبات قلت ايه؟ قلت ان انا بنتمي لجيل يعني على ايامي كانت الناس كلها في مصر بتشجع اي فريق مصري بيلاعب فريق اجنبي غير مصري في بطوله دوليه ايا كان بيلعبوا مين وايا كان ايه هو الفريق المصري العادي والمفروض والمنطقي كان ان كلنا نشجع صراحه كده الى جانب طبعا بطبيعه الحال طول عمرنا عارفين ان في طبعا حساسيات او في ملاطفات كده متبادله احيانا بين الاهلاويه وغير الاهلاويه وتحديدا مشجعي فريق بعينه. لكن الحقيقه جيت الحق في مواقف معينه مفيش مساحه للنوع ده من الكلام يعني مفيش مساحه للنوع ده حتى من السجالات. في الاخر هو فريق مصري بيعلي من شان مصر بيترفع من خلاله رايه وعلم مصر في محفل رياضي عالمي بس فول ستوب. بس كده فعلا نكتفي بده.